في مجال لعب المدرب النبيلي صيح المنتخب الحالي كابتن والمدربين الاوائل اللي هم من ضمن المدربين الكبار البرازيليين اللي بالفعل يدرون وتجدهم مدربين ناجحين. مدربين اخرين البرازيل اعتقد لم يكون في مستوى المدربين الاوائل اللي نشوفهم الان في دول الخليج والدول العربيه المتعدده. على الامام فيليب باو او فيليب اسكولاري، فيليب باو معناته فيليب الكبير هكذا يسمى في البرتغال، هو من اهم مدربين العالم اكيد لانه فاز ببطوله كاس العالم 2002. هذه ضربه حره مباشره. هو يجي خبر سعيد يا خالد. ضربه حره مباشره. اللحظات القاتلة اللي يسجل فيها فرح. شوف حلوة.